سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 6 أكتوبر يوم عظيم وخالد في تاريخ الشعب المصري وفي حياته. يوم 6 أكتوبر هو اليوم الذي حققت فيه قواتنا المسلحة الانتصار العظيم الذي يعتز به شعبنا وتعتز به أمتنا العربية. وسوف يظل يوم 6 أكتوبر محفورا في وجدان الشعب المصري وفي ضميره، وسوف تظل قواتنا المسلحة في موقع القلب من أبناء الشعب المصري. لن نتحدث في هذه الذكرى، ذكرى 6 أكتوبر، عن بطولات أكتوبر وعن الإنجازات العظيمة التي حققتها قواتنا المسلحة في هذا اليوم الخالد، فكلكم تعلمون مدى البطولات التي ضربتها قواتنا المسلحة. لكننا اليوم شعبنا كله يتطلع إلى قواته المسلحة بكل الفخر والاعتزاز، وهو يريد بعد 11 عاما من انتصار أكتوبر العظيم يريد أن يطمئن على قواته المسلحة أين تقف من حيث الإعداد والتدريب والتسليح. لا شك أن خير من يحدثنا في هذا الموضوع هو السيد المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة. كل عام حضرتك طيب يا فندم بهذه المناسبة، ومن خلال سيادتك بنتوجه بالتحية إلى كل أفراد قواتنا المسلحة. الحقيقة يعني يمكن بطولات أكتوبر أصبحت محفورة في وجدان الشعب المصري، واليوم يمكن يهم الشعب المصري أن يطمئن على قواته المسلحة بعد هذا النصر العظيم وبعد مضي هذه الفترة الزمنية وهي 11 عاما على تحقيق النصر من حيث التدريب والتسليح والمستوى. هو طبعا حرب أكتوبر لسه حتى الآن حقائق كثيرة منها لم تنجلي بعد، لأن المفروض في تاريخ الحروب لا تنشر الوثائق والأسرار إلا بعد مضي مدة، في دول بتخليها 30 سنة، في دول بتخليها 20 سنة، وأقل الدول 15 سنة. ولذلك أنا برضو سعيد بأن احنا هنتكلم على ما بعد حرب أكتوبر، على الإعداد بتاع القوات المسلحة، أين تقف القوات المسلحة الآن. طبعا احنا بعد حرب أكتوبر تم دراسة ما ضرب الحرب دراسة واعية، تم دراسة إيه اللي عملناه في الحرب، الأخطاء بتاعتنا إيه، أخطاء العدو بتاعنا إيه، المزايا اللي كانت عندنا إيه إلى آخره، ووضعت خطة طموحة لتطوير القوات المسلحة تسليحا وتدريبا وإعدادا. كان لازم نمشي في اتجاهات مختلفة. الاتجاه الأول هو التسليح. كان في مفهوم خاطئ لدى الكثيرين إن أما دخلنا حرب أكتوبر إن كان عندنا تفوق في كل أنواع التسليح أو في الأفرع المختلفة، وهذه يعني مش الواقع. يعني الواقع إن كان الجانب الإسرائيلي له تفوق علينا في الطيران، في المدرعات، في معظم يمكن الحاجة الوحيدة اللي قدرنا نستعوض بها التفوق هو الروح المعنوية للقوات المسلحة المصرية والتدريب. بعد الحرب كان لابد ان احنا نضع بقى النقط على الحروف ونبدأ نطور قواتنا المسلحة حتى لا تتعرض مصر في تاريخها او في المستقبل لأي نوع من انواع ما تعرضت له في الحقبات او الحقبتين الماضيتين. كان لازم نمشي في اتجاه التسليح، فوضعت خطة طموحة لتطوير التسليح، وبدأنا ندور على احسن سلاح في العالم، بدأنا نعتنق مبدأ تنويع مصادر السلاح، نجحنا إلى حد كبير جدا في تطوير التسليح. وأنا عاوز أطمئن أبناء الشعب المصري على أن ما أنجز في السنوات القليلة الماضية في تطوير التسليح المصري يعتبر إعجاز بكل معنى الكلمة، لأن طبعا احنا بدأنا ننفتح على الغرب، بدأنا نجيب تسليح متطور، تكنولوجيا حديثة جدا. في فرق كبير جدا بين الطائرة الاف 16 التكنولوجيا اللي فيها والطائرة الميجا 21، في حاجات كثيرة جدا. الحقيقة الحاجة الكويسة ان ابنائنا في القوات المسلحة تمكنوا في فترة وجيزة جدا من الزمن من استيعاب التكنولوجيا الحديثة المتطورة. النهاردة يعني لما يمكن لو قدر سيادتك تقابل ناس
سواء في الولايات المتحدة أو في فرنسا أو في الدول اللي بتعامل معها وتسألهم عن مستوى الضابط والجندي والفن المصري، هتندهش من الإجابات إن هم نفسهم دهشوا للمستوى الرائع للأفراد، سواء في استيعاب المعدات، استيعاب تكنولوجيا العصر، مدد التدريب. يمكن يعني مش عاوز أقول أمثلة علشان الأمثلة كثيرة وهتاخد وقت طويل. ماشيين احنا حاطين خطة تسليح القوات المسلحة عشرية، قسمناها إلى خطة خمسية تليها خطة خمسية، عندنا خطة كاملة لغاية سنة 1992. هذه الخطة ماشية بدقة والحمد لله. طبعا بتقابلنا عقبات في التمويل، إنما الحمد لله بنحاول مع إمكانيات الدولة دون الضغط على موارد الدولة بشكل يخل من الخطة الطموحة للخطة الخمسية لتطوير الاقتصاد المصري، إنما في نفس الوقت كلنا مؤمنين والدولة والشعب مؤمن بأن لا يمكن لأي خطة اقتصادية أو لأي أمن قومي أن يستقر وأن تكون ناجحة إلا في ظل قوات مسلحة قادرة على الردع، بمعنى أن احنا نكون قادرين على أن نمنع أي عدوان على مصر في المستقبل، وده هو المخطط المصري في مجال التسليح. سيادتك تعرف أن السلاح بدون الجندي اللي ورا السلاح إلا على مستوى معنوي رائع، تدريب رائع، ثقافة ومستوى علمي رائع، يبقى السلاح ده مش قيمة. عشان كده طورنا أساليب التعليم في القوات المسلحة. النهاردة الكليات العسكرية أصبح الضابط بيأخذ جرعة عالية جدا فنية إلى جانب الجرعة التكتيكية والقتالية، وأصبح الضابط اللي بيتخرج من الكليات المتخصصة كلية الدفاع الجوي كلية الحربية إلى آخره، يا إما بياخد يعني فرع هندسي كامل بيصل إلى أنه يحصل على بكالوريوس الهندسة، أو فرع إدارة أعمال كاملة، بحيث أن احنا بنعتبر أن القوات المسلحة هي مدرسة متميزة في الإدارة العليا، مدرسة متميزة في التدريب الفني. إلى جانب هذا مهتمين جدا بالتدريب، مستوى التدريب اللي احنا ماشيين فيه ومعدلات الأداء اللي بنحققها كل عام لم تقل أبدا عما كانت في أيام الإعداد لحرب أكتوبر. لما نمسك عدد مشاريع التدريب والمستويات المختلفة، كلمة مشروع بالنسبة للشعب لازم نقولها هي عبارة عن مناورة، ناس بتسميها مناورة، احنا بنسميه مشروع تدريبي بالذخيرة الحية وبالمعدات والأفراد. معدلات هذا الأداء مرتفعة جدا، مستوى التدريب عالي جدا. الحقيقة أنا بأطمئن سيادتك وبأطمئن الشعب المصري أن القوات المسلحة ما بعد حرب أكتوبر إن لم تكن أحسن بكثير عما كانت عليه في حرب أكتوبر، فهي في طريقها إلى أن تكون أحسن بكثير. هو يعني يمكن كان يعني بيخشى أنه في فترات السلام أنه يحصل استرخاء بالنسبة للقوات المسلحة، لكن بعتقد ان دي نظريه مش سليمه من يعني واطمئن. طبعا احنا الاسترخاء ده كلام خاطئ. احنا لابد ان نكون على استعداد تام، وانا زي ما قول سيادتك احنا استراتيجيتنا مبنيه على الردع، والردع ليس بمعنى العدوان، وانما الردع بمنع العدوان. والردع ليتحقق زي ما قلت اكثر من مره في كثير من اللقاءات لا يتحقق الا بثلاث عناصر رئيسيه: ان تكون لدينا القدره العسكريه القادره على الردع، وهذا ما نحاول ان نحققه. أن نقنع كل من حولنا بأن لدينا هذه القدرة على الردع، وده حنحققه. أن تكون لدينا النية الصادقة على استخدام هذه القوة للدفاع عن أمن مصر وسلامة مصر، وده اللي حنحققه. نعم، وبعتقد سيادة المشير أنه يعني المحافظة على المستوى الجيد لقواتنا المسلحة ده أحد العوامل الهامة في دعم السلام. ما فيش شك. نعم. السلام بلا قوة تحميه هو استسلام. فإن ما كانش السلام لديك القوة التي تحميك من العدوان، النهاردة دايما بيتقال الضعف هو دعوة إلى العدوان. لما بتكون ضعيف من يحيط بك بأي مشكلة بينك وبينهم يلجأوا إلى القوة العسكرية على طول لحل المشكلة دي. من السهولة جدا إن أي جار، أي دولة لما بتشعر إنها أقوى من الجار بتاعها، أي مشكلة ولو صغيرة، ايه اللي خلت وضع الترابيزة وتتفاوض وتتكلم؟ ما تستخدم القوة العسكرية وتحل المشكلة بسهولة جدا. اذا الضعف هو دعوة الى العدوان.
إذا اطمأنينا ونحن بحمد الله مطمئنون تماما إلى المستوى العالي لقواتنا المسلحة، سواء في التدريب أو التسليح إلى غير ذلك من الأمور اللازمة للقوات المسلحة، فنحن نتطلع إلى دور آخر بالنسبة تقوم به القوات المسلحة، وهو دور مساعد بالنسبة للحياة المدنية. عايزين يعني من سيادتك تلقي نظرة على هذا الدور والمجالات المختلفة التي تسهم فيها القوات المسلحة بالنسبة للخدمة المدنية. هو طبعا الموضوع ده يعني حظي باهتمام الشعب بالكامل، واهتمام السيد الرئيس، واهتمام كل المسؤولين في الدولة. الحقيقة احنا لما بدأنا ندخل في هذا المجال كان أمامنا هدف أول، وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة، بمعنى ان احنا نخرج كحجم لا بأس به من القوة البشرية من سوء الاستهلاك. فبدأنا نخطط لهذا، وبعدين السيد الرئيس أصدر لنا تعليمات ان احنا نبدأ ندخل في المشاريع القومية لمعاونة القطاع المدني وللخروج من بعض الاختناقات اللي يمكن القطاع المدني يكون قاصر عن أدائها أو تنفيذها، زي مثلا المشروعات القومية للتلفونات، مشروعات القومية للكباري. فإحنا فعلا بنخطط لدخول مشروعات قومية محددة هدفها إعطاء مثل أعلى في الأداء، هدفها إعطاء مثل أعلى في اقتصاديات كل مشروع، بحيث أنه يكون بأرخص ما يمكن وعلى أعلى مستوى إداري. الحاجة الأخيرة أن إحنا نستخدم الطاقات اللي موجودة لدى القوات المسلحة فيما لا يمس كفاءة هذه الوحدات في القتال. فزي ما ضربت قبل كده أمثلة وقلت مثلا عندنا وحدات التليفونات نسميها احنا سلاح الإشارة، في كتائب خطوط تليفونات. هذه الكتائب في التدريب بنعمل فيها ايه؟ كنا بناخدها في المشروعات بتاعتنا نخليها تمد خطوط تليفونية، تمد كابلات، تعمل سنترالات متحركة إلى آخره. إذن التدريب بتاعها كان ينصب على مد خطوط تليفونية، تركيب سنترالات، عمل كل الاتصالات السلكية واللاسلكية المختلفة. إذا كان قطاع التليفونات وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية عنده اختناقات، لماذا لا نستخدم هذه الطاقة وبذلك نضرب عصفورين بحجر واحد؟ بنضربهم على نفس العمل اللي بيعملوه في القتال، وبنساعد في اقتحام المشاكل المختلفة التي تقف عقبة في طريق تطوير الاقتصاد المصري. فدخلنا في التليفونات، والحمد لله احنا القوات المسلحة قاربت من الانتهاء من 600,000 خط تليفون في مصر، وزي ما قال السيد وزير المواصلات ده يزيد عما كان في مصر بالكامل قبل هذا المشروع عشرات المرات. ده مشروع قومي كباري. يمكن سيادتك عارف ان احنا في اول اكتوبر افتتحنا كوبري تم انجازه في 75 يوم. هذا الكوبري الغرض من انجازه ليس مجرد فقط عمل مشروع عشان الناس تعدي على الكوبري او نخفف مرور، وانما ده مثل لكل القطاعات المدنية المختلفة في اسلوب الاداء الانضباطي، اسلوب الاداء الاقتصادي، اسلوب الاداء النموذجي. انا اعتقد احنا كشعب دايما بنحب القدوة، لما يكون لنا قدوة بنمشي وراها بسهولة جدا وننجز، والتاريخ المصري مليء بهذه الأمور. القدوة تجعل الشعب المصري قادر على صناعة المعجزات. فإحنا في جهاز الخدمة الوطنية رغم أنه جهاز منفصل تماما عن الوحدات والتشكيلات المختلفة ولا دخل له بأنه تبع فرقة أو تبع جيش معين من الجيوش اللي موجودة في القوات المسلحة، إنما بيضرب الأمثلة في حسن الأداء الاقتصادي وإدارة الأعمال على أعلى مستوى. يعني هو جهاز مستقل طبعا لوحده. هي أيضا زي ما سيادتك ذكرت، إلى جانب أنها بتعطي القدوة والمثل وبتسهم في حل مشكلات المجتمع، هي أيضا نوع من التدريب لقواتنا المسلحة. القوات المسلحة يمكن برضو ده شيء يجب توضيحه، هي أعظم مدرسة لتربية الإنسان، سواء تربية خلقية أو حتى التدريب الفني والتدريب على المهن ذات المهارات العالية. يمكن سيادتك تعرف أن احنا بنخرج طبقا لبرنامج تدريبي معين سنويا ما يزيد على 60,000 عامل ماهر في القطاعات المختلفة،
قطاعات الإنشاء والتعمير والمباني، سيارات إلى آخره، جميع أنواع القطاعات التي لها علاقة بالحياة العسكرية والحياة المدنية في نفس الوقت. بنطلع أكثر من 60,000، بنمد السوق بأكثر من 35,000 سواء كل سنة، أني مدرسة وأني مراكز تدريب في أي مكان في العالم تقدر تخرج هذا المستوى. بنخرجهم في فترة زمنية وجيزة، بنخرجهم بأقل تكلفة، بنخرجهم على درجة عالية من المهارة. أنا أعتقد أن دي خدمة وطنية قومية سامية، من المهم أن نسير فيها ونستمر فيها علشان نعوض هروب العمالة الفنية الماهرة اللي راحت إلى السوق الخارجية وخاصة السوق العربي. سيادة المشير، من القطاعات الهامة في القوات المسلحة قطاع الإنتاج الحربي، وهو اللي بيمد قواتنا المسلحة يعني بعض أنواع الذخيرة أو المعدات العسكرية. عايزين نطمئن برضو إلى سير العمل في قطاع الإنتاج الحربي. إحنا الحقيقة الإنتاج الحربي في مصر الآن بدأ، أو نقدر نقول بدأ طريق عظيم لإنجاز سيفتخر به كل مصري. إحنا كانت السياسة العامة في مصر، كان هنالك مبدأ بيقول من الإبرة إلى الصاروخ. صحيح المبدأ براق جميل جدا لما حد يسمعه، إنما مبدأ يكاد يكون مستحيل، لأنك أنت لما تمسك جميع دول العالم بتجد هنالك تكامل بين الدول وبعضها البعض. فإحنا بدأنا نطور في مفهوم تطوير الإنتاج الحربي إلى حاجات رئيسية. أولا إن إحنا نصنع في مصر كل ما يمثل بالنسبة للقوات المسلحة المصرية أمر هام، هو مسألة حياة أو موت في الأزمات وفي المشاكل. فقلنا إيه؟ الذخيرة. لابد أن تعتمد مصر على الصناعة القومية بتاعتها في إنتاج جميع أنواع الذخيرة. أنا بأؤكد لسيادتك، نحن الآن بنصنع كل ما نحتاجه من الذخائر ما عدا بعض الأنواع اللي إحنا ماشيين أيضا في سبيل إحنا صنعها، زي الصواريخ الموجهة وخلافه، وإن شاء الله هننجح فيه. بدأنا ننتج أنواع من التسليح الرئيسية اللي برضو قد تشكل بالنسبة لنا في المستقبل يعني عامل مؤثر على الأمن القومي، لأننا مؤمن أن الدولة التي تستورد السلاح لابد أن تتأثر بطورة أو بأخرى بالدولة التي تصدر لها السلاح. إذن لو وصلنا إلى الاعتماد على النفس في عناصر رئيسية من التسليح، حيكون القرار المصري قرار حر لا يتأثر بأي دولة أخرى. فبدأنا نمشي في هذا الاتجاه. عشان ما طولش على سيادتك، إحنا النهاردة بنصنع الأسلحة الصغيرة بجميع أنواعها، وكلمة الأسلحة الصغيرة من أول المسدس لغاية الرشاش الثقيل، العيار 23 ملمتر في أكبر. بننتج مدافع ثقيلة ومدافع خفيفة ومدافع متوسطة، ممكن نحن نصل للعيار اللي فوق 203 ملمتر. احنا بننتج الحاد 130 ملي، وفي سبيلنا الى انتاج 155 ملي، ومن الالف الى الياء يعني بننتجها، بناخد بيجي خام صلب ويطلع مدفع. بننتج مدفعية مضادة للطائرات، واظن سيادتك شفتها على التلفزيون قبل كده، زي 23 ملمتر الثنائي المضاد للطائرات، وبنطوره الآن إلى أن نحمله على مركبة مدرعة مع تزويده بالرادارات وأجهزة إدارة النيران الحديثة. بدأنا إنتاج الصواريخ الموجهة، فأنتجنا صاروخ عين الصقر، وده صاروخ مضاد للطائرات من أرقى وأحسن الأنواع، وبدأنا كمان نطور فيه علشان نقابل الاحتياجات المستقبلية نتيجة التطور السريع للطائرات المختلفة في العالم. ماشيين في هذا الاتجاه. يمكن العقبة الوحيدة اللي هتخلي علينا قيود وتخلي السعر بتاع المنتج بتاعنا ما هوش منافس قوي، البحث عن الأسواق. ولو إن شاء الله يمكن بعد عودة العلاقات مع الأردن، ونتمنى أن تعود العلاقات مع الدول العربية تباعا، إن أسواق الأمة العربية تنفتح للمنتج الحربي المصري الذي ينافس أرقى أنواع المنتجات في العالم، ويبقى أمننا مصر وأمننا الأمة العربية وحررنا قرار الأمة العربية من أي مؤثر خارجي. نتمنى إن شاء الله تعالى. يعني كنت عايز أسأل سيادتك، هل المنتجات العسكرية المصرية اللي بتنتجها المصانع الحربية
هي أشياء اخترعها أو ابتكرها المهندس المصري أو المقاتل المصري، ولا أشياء بنطورها؟ هو أنا عاوز أقول لسيادتك، نعم. يعني السؤال ده سؤال ممتاز. إحنا الحقيقة أردنا أن نبتدئ من حيث انتهى الآخرون، نعم. بمعنى أن إحنا بناخد المنتج المستخدم في أرقى الجيوش الآن، ثم بناخد رخصة الإنتاج، وبعدين بنطور فيه. زي ما عندنا مثلا عين الصقر، ده هو كان صاروخ زي صاروخ السام 7، خدنا وبدأنا نطوره وبقى النهاردة صاروخ عين الصقر أحسن من صاروخ السام 7. وفي كل أنواع المنتجات بتاعتنا ماشيين في هذا. ليه؟ لأن أنت عشان تعمل أبحاث وتخترع حاجات جديدة عاوز عشرات ومئات المليارات من الدولارات. يمكن لو حبيت تنتج طيارة جديدة من الألف للياء، يمكن بحث بس الصرف على البحوث تحتاج إلى 4000 مليون دولار على سبيل المثال. طبعا ده أمر يعني مكلف. طب ما ناخد طيارة ناجحة في السوق، وناخد الرخصة من الدولة المنتجة، والدول الكثيرة مستعدة أنها تدينا هذه الصناعة، ثم ننتج، وفي خلال عمليات الإنتاج نعمل مراكز بحوث ومراكز تطوير، ونبدأ نطور في هذا السلاح. وده اللي ماشيين فيه. أظن في اتفاقات معينة مع فرنسا وغيرها من الدول. احنا ماشيين مع فرنسا ومع انجلترا ومع ألمانيا الغربية، بس مش في، يمكن ألمانيا الغربية في بعض، لأن هي عندها مشكلة سياسية في التسليح، فبناخد منها حاجات معينة. مع الصين، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع إسبانيا، مع إيطاليا. نحن منفتحين على العالم، ودون أن نخلق داخليا في داخل القوات المسلحة مشكلة التأمين الفني. لأنك أنت طبعا لو جبت 100 نوع طيار هيحصل مشكلة في التأمين الفني. فإحنا بنختار عدد محدود اللي لا يخلق لنا مشاكل تأمين فني، بحيث ان احنا بقى قادرين على صيانتها وصناعة قطع غيارها، ونشغلها كويس وندرب عليها كويس، ما تبقاش مكلفة. لان كل سلاح له عدد معين يسمى العدد الاقتصادي. اللي يخدم 150 طيارة هو نفس العدد اللي يخدم 40 طيارة. يعني لما تشتري 40 طيارة بتشتري معدات تأمين فني، العدد بتاع المعدات التأمين الفني أو الكمية اللي بتخدم 40 طيارة يمكنها أن تخدم 150 طيارة. عشان كده في بداية الأمر لما تشتري 10 طيارات تبقى غالية جدا. كل ما تشتري عدد أكبر من نفس النوع نلاقي سعر الطيارة بيرخص، لأن التأمين الفني بيبقى أقل. احنا نعرف أن السياسة اللي بتسير عليها القوات المسلحة بالنسبة للتسليح هو تنويع مصادر السلاح. ما في شك أنه في عندنا أسلحة شرقية أو روسية. هل هذه الأسلحة بتحتاج إلى تطوير وقطع غيار وصيانة وكذا؟ هل في يعني تعامل مع الاتحاد السوفيتي بالنسبة؟ هو أنا عاوز أقول لسيادتك حاجة. هو إحنا طبعا كان عندنا كمية من أسلحة سوفيتي لا بأس بها، وليس من المنطق ولا من الاستخدام الاقتصادي لأي معدة إنك عشان تشتري حاجة جديدة تاخد قديمة ترميها في البحر. كان لابد تعمل حاجتين: المعدة اللي عندك اللي ممكن استخدامها في المعركة الحديثة الآن، ويمكن عمرها أو أدمت شوية، إيه المانع أنك تطيل عمرها وتحاول أن تدخل عليها تطوير علشان تزود من عمرها في الاستخدام القتالي، لغاية ما تبقى قادر على أنك تجيب معدات أحدث وتعمل عملية إحلال. فإحنا مشينا في هذا الاتجاه. بدأنا نعمل إيه؟ معدات السوفيتية اللي ممكن استخدامها في القتال لا قدر الله الآن أو في المستقبل القريب. طيب ما نطيل عمرها. نطيل عمرها بإيه؟ بأن احنا نجيب قطع الغيار، أن احنا نحسن في أدائها، أن احنا نزود في الكفاءة القتالية بتاعتها. وده اللي عملناه، زي ما عملنا مثلا في الدفاع الجوي. يمكن العالم بيندهش أن لازال عندنا في الدفاع الجوي السام 2 بيشتغل. يمكن في كثير من الدول بتقول السام 2 ده صاروخ يمكن قديم شوية، لكن لازال عندنا وبنصونه وبنصنع قطع غياره وبيشتغل بكفاءة لا تقل في القتال عن كفاءة معدات حديثة جدا. وحنفضل نطول في عمره لغاية ما يبقى عدد التسليح الجديد أو كمية التسليح الجديد اللي بيدخل القوات المسلحة خلاص قدر يكفينا، ويبقى العمر بقى ما فيش فايدة بقى انك تطول عمر هذه المعدة. يبقى انت خدت منها كل ما تحتاجه، وأدت واجبها واكتر شوية، وتحيلها للتقاعد زي ما بنقول احنا بقى ايه، نخزنها او نبيعها او نتصرف فيها الى اخره. ماشيين في هذا تماما. موضوع ان احنا بنجيب قطع غيار، احنا كان عندنا مشكلة قطع غيار للتسليح السوفيتي، ونجحنا 99% في تصنيع غالبية أنواع قطع الغيار.
ولا زالت لدينا علاقات بدول شرقية كثيرة، بناخد منها بعض قطع الغيار التي نرى إن تصنيعها غير اقتصادي وشراءها اقتصادي، وماشيين في الاتجاهات المختلفة بأسلوب علمي مدروس دون ما تأثير على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة. سيادة المشير أبو غزالة، يعني احنا كلنا نعلم انه القوات المسلحة في كل الأوقات هي الحارس على الأمن القومي للبلد. يمكن كلمة الأمن القومي تكون غير واضحة بالنسبة للكثيرين، يعني عايزين نعرف مفهوم الأمن القومي. والله يمكن الموضوع ده أنا سعيد بأن سيادتك سألته، لأنه دايما في القديم كان لما يجي حد يتكلم عن الأمن القومي كأنه مثلا بيحط إيده على يعني حاجة محرمة، مع أن المفروض أن كل فرد في الشعب يفهم يعني الأمن القومي. كان بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا كان مفهوم الأمن القومي منصب على كلمة الأمن العسكري، وتطورت الأمور لأن أصبح المجتمع ككل أنت عاوز إيه من الأمن القومي؟ ما هو معنى الأمن؟ أنت عاوز البلد بتاعتك تعيش في أمان، الشعب بيعيش في سعادة، احتياجاته مؤمنة إلى آخره. فأصبح مفهوم الأمن القومي أوسع وأشمل، وبدأ يتكون من الأمن الاقتصادي، الأمن السياسي، الأمن الاجتماعي، وفي الآخر بيكون الأمن العسكري. إذن الأمن القومي ده مفهوم شامل كبير بيشمل في داخليته الاقتصاد، السياسة، المجتمع، الحياة الداخلية، الأمن الداخلي، الأمن العسكري. فالمفهوم ده مفهوم واسع، لو حابين نتكلم فيه مع سيادتك هياخد وقت طويل جدا. عشان نحقق بقى الأمن القومي، ما الغرض؟ ما هو الغرض من الأمن القومي؟ الغرض من الأمن القومي هو أن تؤمن بلدك ضد أي أخطار داخلية أو خارجية، وخلق أنسب الظروف لاستغلال الموارد المتاحة داخل بلدك لتحقيق الهدف الأسمى القومي لوطنك. أظن الموضوع ده لو شرح ياخد كتب، ياخد مراجع، مش بقى أنك أنت بس عشان تجيب قوة عسكرية عشان تحارب وتصد، لا أبدا، ده بقى ينزل إلى مرتبة الأمن العسكري. صحيح الأمن العسكري بياخد أسبقية كبيرة داخل مفهوم الأمن القومي، إنما الأمن القومي أشمل وأكثر اتساعا، بيشمل الأمن الاقتصادي. الأمن الاقتصادي له شرح طويل، إنما أهم ما فيه إن يكون في توازن بين الموارد والاحتياجات، وممكن يتكلم فيه كتير جدا. الأمن السياسي يكون فيه وحدة وطنية، يكون في هدف قومي، الشعب كله في واحد مترابط مع بعضه، يكون الشعب مؤمن بالنظام السياسي القائم إلى آخره، ده بيعتبر الأمن السياسي. الأمن الاجتماعي، الشعب مترابط، الشعب وحدة وطنية، كل ده مجالات كثيرة أرجو نتكلم فيها في وقت آخر. ويأتي الأمن العسكري اللي هو شغلتنا بقى، إن إحنا عندنا القوة القادرة على الردع وتأمين سلامة مصر من أي عدوان وإلى آخره، ده موضوع ياخد وقت طويل. هل هناك تهديدات أو ما يهدد أمن مصر القومي عسكريا؟ والله زي ما قبل سيادتك قلت، إحنا في منطقة يمكن غريبة جدا، لأن الإنسان لما بص العالم كده يجد ظاهرة عجيبة جدا. العالم بينقسم إلى ثلاث أقسام. قسم كلنا في الإعلام وفي الاستراتيجية وفي السياسة بيطلق عليه التكتل الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي. قسم وكلنا عارفينه مين اللي بيسير في هذا الفلك وماشي معه. قسم آخر بيسمى التكتل الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وعارفين مين اللي هنا. القسم الثالث اللي احنا بنطلق عليه مجازا العالم الثالث، واللي احنا بنعيش في قلبه ونتفاعل به ومعه، واهم منطقة فيه هي منطقة الشرق الاوسط. القسمين الاولانيين اللي هو العالم الشرقي او التكتل الشرقي والتكتل الغربي، اصول الصراع بينهم وقواعد اللعبة الدولية بينهم اصبحت معروفة، وفي اتفقوا على ان يبقى في توازن بينهم. عشان كده بنسمع كل يوم عن ايه، الرئيس ريغان بيقابل جروميكو عشان يتفقوا على وضع حد من التسليح النووي، السلط واحد السلط اتنين. في كل ما يحصل نوع من الخلل شوية يقعدوا مع بعض عشان يعيدوا الامور الى التوازن، وفي اصول للعبة، ولذلك لا نتوقع ان يبقى في صدام بينهم. ولذلك ما بتشوفش انت في اوروبا اي معارك ولا اي حرب ولا حاجة، التكتل الشرقي
قاعد في مكانه، التكتل الغربي قاعد في مكانه، لعبة الأمم بينهم قواعدها وأصولها معروفة، مفيش مشاكل. إحنا بقى الغلابة اللي في العالم الثالث ده في المنطقة دي، أصول التوازن، قواعد التوازن، أصول اللعبة الدولية مهتزة وفيه خلل لأقصى درجات الخلل، لدرجة بعض الناس بتطلق عليها فوضى دولية. تعال شوف العالم الثالث، حرب بين إيران والعراق، صدامات في كل مكان، غزو إسرائيلي لبنان، صراع في القرن الأفريقي، صراع في البوليزاريو إلى آخره. المنطقة دي قواعد اللعبة ما فيهاش اتزان، عشان كده إحنا في منطقة مهددة وأمنها القومي مهدد. ولذلك دائما بنقول نحن نعيش في منطقة فيها قلاقل رهيبة جدا، وأمننا القومي دائما مهدد ومن كل اتجاه. عشان كده لازم نبقى صحيين، عشان كده لازم نبني قواتنا المسلحة، لازم نكون على وعي، لازم الشعب يبقى مدرك ان السلام هدف قومي استراتيجي لازم نحافظ عليه، انما لابد ان يكون محمي بقوة قوية تحمي. عشان كده في تهديد، وهذا التهديد لابد ان احنا نكون واعيين له ونكون صحيين له. لما تبقى قاعد انت في مكان وتبص حواليك تلاقي القوة العسكرية من حولك تنمو بسرعة كبيرة جدا، ما تقلقش، لازم يبقى في قلق. طبعا. القلق يؤدي إلى إيه؟ أنا لازم أكون قوي عشان ما خليش حد يبقى أقوى مني، يوم لو في مشكلة بينه وبينه يوم يلجأ إلى القوة العسكرية حلها، زي ما قلت لسيادتك أن الضعف هو دعوة للعدوان. عشان كده احنا بنقول القوة المسلحة المصرية يجب أن تكون قوة ردع لمنع العدوان عن مصر وحماية مصر وحماية مقدسات هذا الشعب وسلامة أراضيه. الحقيقة أن احنا يعني بهذا يعني نطمئن اطمئنانا كاملا على كفاءة وقدرة قواتنا المسلحة، وأنها بعد الانتصار العظيم في أكتوبر وفي ظل هذه السنوات، سنوات السلام، هي ماضية في البناء وفي التدريب والتسليح، الأمر الذي يثلج صدور أبناء الشعب المصري جميعا. سيادة المشير أبو غزالة، في مناسبة 6 أكتوبر وده طبعا يوم الشعب كله وفي المقدمة قواته المسلحة، بماذا تحلم لقواتنا المسلحة في هذا اليوم العظيم؟ والله أنا أتمنى أن يجي عيد من أعياد 6 أكتوبر وأجلس مع سيادتك كده ونتكلم، علشان أقول مصر الآن لديها قوة الردع التي تمنع العدوان. بهذه الكلمة نختتم هذا اللقاء مع سيادة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ونقول له ولقواتنا المسلحة كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.